ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع فقرة تانية. فقرتنا طعمها حلو وريحتها أحلى. فقرتنا عن ضرورة من ضروريات الحياة. فقرتنا عن الأكل أو الطعام. إحنا عارفين إن العين بتاكل قبل الأكل قبل ما ناكل أحيانا، لكن لازم كمان الأكل يكون صحي ومفيد عشان نعرف ناكله. وزي ما احنا عارفين ان اقرب طريق لقلب الراجل معدته، احنا حاولنا نقرب منكم ببعض الاكلات الجميله مع اشهى الماكولات. بس اسمحوا لي الاول ارحب بزميلتي الاعلاميه الاستاذه اميره شعبان. برحب بيك يا اميره. برحب بيك يا مروه، برحب باعزائنا المشاهدين. صباح الفل عليكم، صباح الاكل الجميل. النهارده هنتكلم عن اهم الوجبات وعن الاكلات السريعه مع الشيف سهام فوزي. اهلا بيكي. برحب بيكي يا استاذه سهام. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزه اسال حضرتك، ازاي بدات معاكي قصه ان انت تكوني شيف؟ احب اوضح ده لاعزائنا المشاهدين. انا من الاول بحب المطبخ، يعني بحب الطبخ، وحبيت انميها تبقى بالنسبه لي شغل كويس. وابتديت الاول مع الاهل قرايبي، وبعدين توسعت بقى مع صحابهم وكده، والحمد لله دلوقتي الدنيا احسن يعني. تمام. بقالك كام سنه؟ بقالي 7 سنين. ما شاء الله، يعني انت بقالك كتير. طيب قولي لنا بقى اهم الاكلات السريعه، يعني واحده في شغلها مستعجله عايزه تعمل اي اكل سريع. انا بالنسبه لي في الصفحه عندي بجهز اكلات فروزن، ممكن تقعد معاكي في الفريزر 3 اسبوع، من يعني من 3 ايام لاسبوع. حلو قوي، اللي هي ترجع من شغلها ترجع من شغلها تجهز على طول. بانيه، كبده، كوردون بلو، في كذا حاجات فروزن كتير بتبقى متحضره في الفريزر يعني. طب ده بيحتاج بقى وقت ومجهود منك، يعني ازاي بتوفقي بقى ما بين بيتك وشغلك الميزه ان انا بشتغل في البيت، يعني انا ما بشتغلش بره يعني. بس ده برضو بيحتاج وقت منك، يعني مكرسه وقت ليه يعني. طبعا يعني ماكسيموم بحط وقت معين لشغلي، يعني ببقى مسلبه شغلي الساعه 3، بعد كده ببقى في بيتي. تمام. زي اي مرأة عامله، موظفه خارجيه، عامله زي يعني ساعات عمل ليكي بس جوه البيت. انا برضو كمان عندي تسليم، السواق بيستلم مني، فلازم أن اكون جاهزه الساعه 3 عشان يوصل للناس برضو في نفس الميعاد. طب لو عندي عزومه بقى وانا مش عارفه اعمل ايه، بلف حوالين نفسي، قولي لي يعني اسرع وجبه او اسرع اكل اللي انا اعمله لو انا عندي ضيوف. يعني مثلا في طبعا الوجبه السريعه مكرونه بشاميل، ممكن فراخ زي اللي حضرتك عاملاها دي، محشيه بالرز والكبد والنواشف. طب قولي لنا طريقتها كده. الفراخ دي فراخ انا بتبلها الاول بالبصل والملح وفلفل اسود، وبعدين بعمل لها رز بالكبد والقوانص، بشوح الرز البصله مع كبد وقوانص والرز، وبحشيها جوه الفرخه وبسلقها، وبعدين بطلعها ادخلها في الفرن. طب انا شايفه ان كل الاكل ده يعني بيتخن جدا. طبعا مفيش بقى لا، في طبعا للرجيم. انا كنت برضو نزلت على الصفحه وجبات للرجيم اسبوع كامل، كانت كل يوم لي وجبه معينه، كان شامله خضار سوتيه، كانت فيها مشويات، سمك مشوي، قطعه ستيك بانيه برضو متبل مش بالزيت، مش مقلي بالزيت، كله سوتيه وخضار مشوي ومشويات يعني عامه. تمام. طب دلوقتي لو مرضى السكر والامراض المزمنه بيعانوا كتير من الاكل، وخصوصا مرضى المعده، قولي لنا بقى اكلات كده الناس تاكلها ما تتعبش. هو عامه انا براعي دايما في اكلي ان انا بخف الدهون، بالذات لمرضى السكر بيبقى ليهم معامله خاصه طبعا في الاكل وطريقه الطهي كمان. طيب انت في حد بيدعمك من اسرتك وشجعك؟ انا زوجي الله يرحمه كان هو اللي واقف معايا وكان بيساعدني كتير. زوج متوفي؟ متوفي، هو كان بيوصل لي الاوردرات، توفاه الله. حاليا بيدعمني ولادي، معايا 3. بس كملتي بعدها يعني، حتى الحكايه دي ما خلتكيش توقفي. انا برضو احب ده اوضحه لاعزائنا المشاهدين، كملتي برضو. طبعا ان انا اكمل، لان انا معايا 3 اطفال فلازم أن اكمل معاهم، مش هينفع اقف. وطبعا اللي علمني الاكل السوري طبعا صديقه مدام امنه، دي ليها صاحبه الفضل عليا ان انا اعمل الصفحه وابقى كويسه. ومعظم الاكل السوري هي علمته لي يعني، احب اشكرها. يعني في اكلك اكلات سوريه؟ طب قولي لنا فين ده؟ دي كوبيبة. بس حضرتك المناقيش دي فطاير باللحمه، دي مناقيش في بيبقى منها بالزعتر بالجبنه. طيب. ده برضو تعليم مدام امنه. انا شايفه اللي هو سهل، قولي لنا بقى طريقته ده ايه. دي عجينه بيتزا عاديه بالبيض وزبادي وشويه ملح وشويه سكر، وبتعجنيه عادي وخميره وبيكنج باودر وبيضه،
بتاع الجنيه، وبعدين بتشكليها زي ما انت عايزه يعني زي هذا يا عجينه البيتزا. اه ما بقولك هي تقريبا عجينه البيتزا. طب والفطير متهيألي برضو الفطير سهل؟ لا الفطير مش قلت يعني كل الناس بتعمله في البيت. قولي لنا الفطير عشان احنا ما نعرفش بنعمله. لا الفطير آه. مش قلت الفطير مش قلت انا في لي كذا طريقه بس انا بعمله سمن بلدي بقى وتقيل والكلام ده لازم دي لا مش لازم ممكن حضرتك بس هي القطعم اللي هي القطعم طبعا السمن البلدي يعني غير كده مش هيبقى طعم يعني. في ناس بتعمله بالزيت بس مش بيبقى طعم، انما هو اطعم حاجه الزبده او السمنه البلدي. احنا معانا صور وفيديو تقريبا دلوقتي هينزلوا برده على الشاشه لحضرتك برده وانت بتعملي اكلات المفروض ينزلوا معانا. اهو اهي الصوره اهي في صوره معانا دي بطه انا عاملاها بالبرتقال. ممكن تشرحي لنا برده يعني اشرحي ايه ده بقى عندها الاكل دي فراخ مشويه دي فراخ مشويه وده طاجن رز معمر. تمام تمام ودي بطتين بالبرتقال برضه بالبطتين بالبرتقال دي دي كفته مشويه ده ممبار ده ممبار تمام دي محشي ورق عنب تمام ده الفروزن بقى انواع في كوردون بلو في كفته رز في في فيديو ليكي بقى وانت بتعملي عشان اميره كل شويه تسالك اعملي لنا اعملي لنا هي عامله حاجه دي دي حمام كذاب وده الفطير المشلتت ايه حمام كذاب دي أيوة. بيكذب في ايه بقى؟ لا دي بتبقى وراك مخليه من العظم وبتتعمل على شكل حميمه بتتحشي نفس خلطه الرز بالحميمه. اه وراك فراخ اه وده محشي كرنب. تمام دي فراخ مشويه او دي كبسه دي كبسه اه تمام ده ايه بقى ده الحمام؟ اه ده الحمام ده مش الكذاب لا لا ده الحقيقي دي الفراخ دي زي الفراخ اللي موجوده النهارده دي دي محشيه بالرز والكبد والقوانص والفيديو هيبقى معانا دلوقتي. الرحمن الرحيم رجعنا لكم بعد اجازه عيد الفطر المبارك باشهى المأكولات السوريه والمصريه. النهارده كان معانا كوبيبه بابا غنوج تبوله طبعا المحاشي المصريه محشي كرنب محشي فلفل ورق عنب ولا اصغر صباع عندنا احنا بس فراخ محشيه رز بالكبد والقوانص جميل قوي الفيديو استاذه اونلاين يعني فعلا حضرتك عامله اكلات جميله جدا ومتنوعه يعني بصراحه يعني قولي لنا بقى انسب الوجبات للاطفال هو الاطفال عامه بتميل للهمبرجر اه والبطاطس والناجتس بس الفاست فود ده بيبقى مضر اصلا يعني لا حضرتك ما بتكوني عاملاه في البيت غير لما تيجي يعني في البيت انا بعمل اكل مطاعم فدي ميزه حلوه عندها اه دي بعملها بجهزها للاطفال بتبقى سهله جدا وفي وجبه زي دي بدخل فيها الخضار ده رول بانيه مفروم محشي لحمه وحاطه فيه بسله بجزر برده الاطفال بتحبه لان انت بتدخلي لهم الخضار فيه وبياكلوه عادي طب انا عايزه بقى شويه تكات كده منك او نصايح للستات الحلوين اللي عندنا في البيت يعني ازاي الاكل يطلع طعمه احلى واحلى وزي المطاعم يعني احنا بنسيب اكل البيت وبنروح ناكل في المطاعم ايه تكات كده تخلي الاكل يعني ليه طعم يعني ايه السر في المطاعم اللي احنا بناكلها يعني يقول لك نفس دي غير نفس كنت لسه اقول لك هو اهم حاجه في الطبخ النفس بتختلف من كل واحده لواحده فيعني مثلا الاستريبس بعمله زي المطعم بالظبط بنيه بقطعه شرايح واتبله توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل انا بعتمد في كل اكلي يعني مش بستخدم البهارات اللي هي الثانيه او كتر بقى البهارات والكلام ده بفضل ان انا استخدم اللي هو الملح والفلفل والكمون لا في اوقات يعني بحتاج بهارات فراخ وبهارات لحمه حبهان زعتر الحاجات دي بس انا الاساسي عندي الملح والفلفل الاسود والكمون ما بتعتمديش على البهارات لا لا البهارات الثانيه اللي هي بتبقى بتاعت فراخ اللي هي بتكون بهارات فراخ وبهارات لحم ما انا بقول لك ما بعتمدش عليها انا يعني كل كله ملح دي بتدي طعم حلو للاكل ما هي بتدي طعم بس يعني برضو بيبقى طب ايه رايك في المرقه؟ قصه المرقه دي انا عارفه انها مش صحيه هي مش صحيه فانا ما بستخدمهاش كتير عشان خاطر هي مش صحيه في ناس مش بتحبها يعني انا بعمل برضو اهم حاجه ان انا ابقى عامله الاكل بتاعي صحي اللي ياخده ما يشتكيش مني او يحصل له اي مشكله طب موضوع بقى السكر معلقه سكر في اللحمه لا في الصلصه لما تيجي تحطي الصلصه لما تيجي تسبيكه انا عامه الباميه والبسله دايما بحط لها معلقه سكر
فصين توم في البسله صح كده؟ انا مذاكره في الباميه البسله لا، والفاصوليا البيضاء بيتحط لها فصين توم، واللوبيا بيتحط لها فصين توم برضو. تمام حلوه المعلومات دي، انا معلومات السكر دي بتدي طعم جامد في يعني بتدي طعم وفي نفس الوقت بتساعد على موضوع السوى، وبتساعد كمان على بتمنع الحموضه، يعني معلقه السكر في الصلصه بتقلل من الحموضه في المعده. عشان فعلا الصلصه في ناس كتير بتعاني من قصه الحموضه. طيب انا بس عايزه نصيحه لكل ست مرت بظروف حضرتك، واضح ان حضرتك مريتي بظروف صعبه طبعا. قبل ما ندخل في النصائح انا عايزه اعرف احنا بنخزن الاكل ازاي؟ حضرتك مثلا على سبيل المثال مثلا الملوخيه، قولي لنا بقى تتخزن ازاي؟ بنخرطها كويس قوي ومع كوبايه شوربه بنقلبها فيها يعني بنعملها في اكياس اللي هي تفريز، بتطلع الهواء من الكيس وبعدين بنتنيها ونحطها في الفريزر عادي. قعدت بقى شهر شهرين بس برضه ما يفضلش ان الاكل يتخزن مده طويله في الفريزر. لونها ما بيغيرش طيب؟ لا لا ما بيغيرش. البطاطس بقى علشان تطلع مقرمشه، البطاطس حضرتك بتقشريها وتقطعيها صوابع وتقليها نص قليه، بتشيليها برضه تشيلي منها الهواء وتيجي تقليها بتبقى عامله زي الفارم فريتس بالظبط الجاهزه اللي بره. تمام. حلو معلومات حلوه. انا عايزه بس برضو اذكر نصايح يعني ليه للناس عشان الظروف اللي حضرتك مريتي بيها، عشان الموضوع ده مهم جدا. انت وصلت الهدف. انا بالزبط. اهم حاجه بالزبط. ان انا ما اقفش مكاني، لازم اتحدى الظروف اللي حواليا، بالذات لما يكون معاكي اطفال لازم تتحدي اي حاجه عشانهم، يعني خلاص احنا مرينا بظروف وعدت، فلازم الواحد يقف عشان خاطر اطفال بس يعني. يعني لازم تكوني قويه وما تخليش الحزن يهزمك، وده انا برضو دي رساله بحب اوضعها لاعزائنا المشاهدين، انها كملت مشروعها وكملت المشروع اللي كان بادئ هي وزوجها ونجحت. هو توفى الله كان بيوصل لي اوردر على فكره، كان اثناء ما بيوصل الامر كان ليه هو بصراحه يعني اثناء توصيل الاوردر هو حصلت الوفاه، هو راجع من الاوردر هو توفى وابني الله يرحمه، هو اكيد روحه شايفاكي وانت بتنجحي وان شاء الله تنجحي ومن نجاح لنجاح. هو صاحب الفضل عليا طبعا في اللي انا فيه، لان هو دعمني وكان واقف دايما ورايا يعني. طبعا تعيشي وتفتكري دايما كده، وهو يعني حضرتك ناجحه جدا والاكل بسم الله ما شاء الله طعمه حلو قوي. العين بتاكل قبل زي ما قلت كده، العين بتاكل قبل الفم يعني. لا هو الاكل ما شاء الله عليه يعني، هو اكل بيتي بس مطاعم يعني، دي ميزه حلوه. قولي لنا برضو ايه يعني احنا في كورونا بتعملي ايه علشان تعرفي تطلعي الاكل صحي وما يكونش فيه؟ هو عامه يعني انا بشتغل لوحدي. طبعًا. لما بكون بس في المواسم او في اعياد او حاجه زي كده بجيب حد معايا، انما غير كده انا بشتغل انا وبنتي. هي وقت فقرتنا خلص يعني، الوقت الحلو بيعدي بسرعه والله يا استاذه سام، واحنا سعداء جدا وسعداء بالمعلومات الجميله اللي انت قدمتها لنا. شرفنا بيكي طبعا، شرفنا بيكي جدا جدا، والاكل جميل جدا حضرتك ربنا يخليك يا رب. الى هنا انتهت حلقتنا، نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.